من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي التوافق بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متوجها بالشكر للجامعات العربية. أنا نأكد على شكرنا وتأكيدنا على الشكر الكبير لمعالي السيد الأمين العام على هذه الدعوة، وأي توافق يحدث في بين الأطراف السياسية في ليبيا لإجراء العملية الانتخابية انتخابات رئاسية وبرلمانية هو مطلب مهم جدا، ونحن ندعم هذا ونثمن أي مجهود في هذا الاتجاه.